انا ني جاي من العاصمه، عندنا سمانه هنا في جيجل انا والعائله. يا خويا ما شاء الله الحرمه، الناس عاقلين يسعفوا كلش. واليوم جينا زرنا هاد الباخره اللي قال لك تاع باخره بابا عروج، بلاصه ما شاء الله وندروا ما شاء الله. المنطقه هذه تاع بابا عروج اي يعني من كل بلاصه، من كل ولايه 58 ولايه الله يبارك، اي معروفه يعني جيجل معروفه بالمنطقه هذه تاع التاريخ، يعني من تاريخ من وقت الاخوه بابا عروج. يعني ما شاء الله دوكا كيما راهي هكذا، شوف ما شاء الله العائلات من الحرمه من الاحترام والقدر كل صيف هكذا ان شاء الله. راني هنا في تحت بابا عروج، بلاصه شباب في جيجل راهي شابه خلاص، بلاصه اونت الفامي كاع العائلات هنا، لهنا راك احترام تاع عائلتك تاع كلش، ما يخصك والو حاجه ما تروحك. ها في السفينه بابا عروج ترمز التواجد التركي في جيجل بكري. نحن عائله من ولايه واد السوف، جينا حتى نقضوا العطله الصيفيه بولايه جيجل، وكان قدومنا لهذه المنطقه او لهذه الساحه التي تسمى بساحه بابا عروج التي تثبت تواجد العثمانيون في مدينه الجزائر وبالاخص في ولايه جيجل. والله الساحه تمثل ياسر اشياء وجميله، تمثل التاريخ الاصلي العثمانيه هنا في جيجل. السفينه هذه تاع الاتراك بابا عروج كانوا قبل يوم عايشين هنا. الزور على مرثن جيجل اقلين دقي دي رون فايكي عندي لا التيم لكن البافور كي جانتي تراركا بابا عروج يعجبنا الحال يعني صافي بليزير. ربي يبارك بلاد مليحه، ورانا ندورو هنايا تجينا في هاد الساحه تاع بابا عروج، ربي يبارك الحمد لله. كانوا الاسراك هنا قديم الحال في بكري، بصح حاجه مليحه الحمد لله، الناس راها تزورهم كل جهه وطريق. احنا من ولايه تمراس رانا جينا هنا مع الحباب والصحاب، رانا حواسه هنا يا جي. والله شابه بزاف واجمل ولايه تعجبني صراحه، تعطي مصدر للتاريخ والمستقبل.